إذا نعود معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم الأحد 30 كانون الأول 2018 اللي تقريبا عم نختم عالم الصباح لهذا السنة. بكرة حتكون تقريبا يعني منعتبرها حلقة معايدة وحلقة لإلكم أنتم مخصصة بين التفصيل براشكم لل 2019 بداية من الحمل وصولا للحوت. وطبعا رح نحكي عن الوضع الكامل مع كارمن بساعة ونص من الوقت. من بعدها رح يكون في اتصالات مباشرة معكم أنتم لتربحوا جوائز كتير خلال ساعة ونص تنين كمان، ومع أفكار جديدة وشيف حسين يعطيكم إياها لتحضيرات ليلة رأس السنة من مطبخكم. اليوم رح منكفي عالم الصباح طبعا مع ضيوفي كالمعتاد. ليلة رأس السنة الكل متحضر والكل عم يفكر يسهر والكل عم يفكر طبعا شو بده يعمل وين بده يقضي هالليلة. طبعا ما تعرضوا حالكم للخطر، عرفوا كتير منيح انه هالليلة يمكن في ناس اوقات تشرب، في ناس بتكون ضايعة شوي بالسواقة، يعني قد ما فيكم خافوا من غيركم ما تخافوا من حالكم. وفي شبيبي بنفس الوقت يعني هن سهرانين على راحتنا وعلى سلامتنا وسلامة شبابنا بلبنان، يعطيهم ألف عافية. هالمؤسسة ما بغيب عنا ولا مناسبة لما تقدم المحبة والتواصل. أنا بقدمها كل الاحترام والتقدير طبعا، يلي بتصور نحن كلنا مدعوين لأنه نساعد ونمدلها يد العون. مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني ليلة رأس السنة شو نشاطاتها؟ رح نتعرف سوا مع ميريانا بدر مديرة قطاع الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني عن نشاطات هالليلة. صباح الخير منا. صباح النور. أول شيء نعدي عليك وعلى كل شبيبة الصليب الأحمر اللبناني بالخير والبركة. مرسي. وأنا كمان بدور بحب عيد جميع المشاهدين باسمي وباسم الصليب الأحمر اللبناني، إن شاء الله يكونوا عم بيستقبلوا هيدي السنة بسنة خير وسلام وسعادة على الجميع. أول شيء أنا بحب أعرف يعني مين بفكر يعني بهالأفكار هذه، يعني أنتوا لا تقتصر مهمتكم على أنه تنقلوا مرضى أو تسعفوا أي حدا أو أي إصابة أو أي حادث، كمان صرتوا كتير عم تعملوا نشاطات توعوية للشباب اللبناني ولكل العالم، مين بيطلع بهالأفكار؟ أي قسم؟ قطاع الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني هو تأسس سنة 1950، من وقتها لهلأ بيقوم بهيك نوع نشاطات توعوية ضمن إطار ثلاث برامج أساسية: برنامج القيم والمبادئ الإنسانية، برنامج الصحة والشباب، وبرنامج البيئة. بالنسبة لأول برنامج اللي هو القيم والمبادئ الإنسانية، بنوعي فيه عن السلام، تقبل الآخر، لعنف، الاندماج الاجتماعي. أما برنامج البيئة بنوعي فيه عن الفرز، إعادة التدوير، وكمان تنزيد من المساحة الخضراء. أما البرنامج الثالث هو الصحة والشباب، بنوعي فيه عن الوقاية من مخاطر الإدمان على المخدرات، الكحول، التدخين، الأمراض المنقولة جنسية مثل السيدة، والسلامة المرورية وحوادث السير اللي عم نتحدث عنه اليوم. إضافة لهالثلاث برامج بيقوم قطاع الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني بزيارة العجزة المتروكين خاصة، وكمان الأشخاص الأيتام، الأطفال ما عندهم حدا، كمان وذوي احتياجات خاصة بنساعدهم قد ما فينا. مثل ما بتعرف أنه الصليب الأحمر لا بيفرق لا باللون لا بالدين لا بالطائفة، كل العالم اللي عندهم حاجة نحن حاضرين أن نكون عم نساعدهم عقد ما فينا. وقطاع الناشئين والشباب هو جزء من الصليب الأحمر اللي بيقوم بهيدا الشغل. في عنا قطاع الإسعاف والطوارئ عنده شغل تاني، عنا قطاع إدارة الكوارث عنده كمان شغله، وكمان قطاع خدمات طبية الاجتماعية وخدمات نقل الدم. شو هالمؤسسة العظيمة أصلا، يعني ما حدا بيلجأ لها وبيطلع منها يعني زعلان، دايما هني جاهزين وحاضرين. واسم الله على شبيبة لبنان، يعني الله يخليهم بهالهمة هيدي ويديمكن دايما. ميريانا طبعا هيدا القطاع الناشئين والشباب اللي حكيت عنه، هيدا أدواره وهي نشاطاته خلال السنة وبرامج كتير يبقون فيها. ليلة رأس السنة كتير مهضوم، رح منشوف هيدا الفيديو رح يخبركن عن هيدا الضبط، ضبط محبة من صليب الأحمر اللبناني فقط خوفا على شبيبة لبنان من بعد السهر، من ليلة السهر، وانتبهوا قصة ناولني وما ناولني وتشربوا على الطريق لأنه كذا، يعني إلى آخره. الله يخليكن، انتبهوا، نحنا ابدا يعني بحاجه لكم، بحاجه لشبابنا، ربينا اولادنا ليضلوا حدا ليكونوا هن لبنان المستقبل. ضروري بهالليله يكون في توعيه كتير كبيره. خلينا نشوف بهذا الفيديو شو هو هذا الضبط. هلا بتشوفوا بقى، نشوفوا على شوي من الجهاز. مش بعتينا الفيديو يمكن ما وصل. اه بعتينه، اوكي. طيب خبرينا انت شو محضر ضبط المحبه؟ نعم، محضر ضبط المحبه رح يكون
محضر عنا 80,000 منشور. نعم. رح يتوزع على 74 حاجز. نعم. ب24 منطقة على كامل الأراضي اللبنانية. نعم. بيهدف للتوعية حول حوادث السير والسلام المرورية. نعم. عفوا الصور فينا نشوفها هي عم تحكي مريان طبعا الصور قصدي يعني. نعم. أوكي. نعم. بيهدف كمان للتوعية لخلي الأشخاص ينتبهوا على نقاط معينة نحن عم نلفت له النظر لها. انتوا رح تكونوا متواجدين على الأرض؟ صحيح. نعم. شو رأيك رح يكون معكم هيدا الضبط؟ مزبوط. رح يكون في متطوعين موجودين على الحواجز. نعم. ورح يقطعوا أشخاص عم بيقودوا السيارة. نعم. نحن منشوف إذا مش حاطين السنتور نقول لهم انه بنحط على خانه لا انه هن مش حاطين السيارة. في دفع مصاري؟ لا ما في دفع مصاري. ضبط محبه. ضبط محبه. طب ما هي المصاري اللي بتوجع لا ولا شو هي بتوجع بس ايام النتيجه اللي عم يشوفوها والنسبه العاليه من الحوادث اللي عم بتصير بتوجع اكثر بكثير. طيب شو الضبط مين رح ياخذه فازان اللي مش حاطط بلت او 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 وكمان اذا كان عم بيحكي على التليفون بنحط له نحن هدفنا نعمل نوع من نعر الضمير له انه انتبه الشيء اللي عم تعمله ممكن يؤدي بمحل من المحلات لحادث ممكن تخسر حياتك بيوم الايام حياتك وحياة غيرك يعني صحيح بتعرف. كمان بيأثر على غيره فكمان اذا كان عم بيسوق بطريقه جنونيه او بسرعه كتير عاليه نعم. لازم يكون كمان عم ننبه على الموضوع الاشخاص اللي عم بيسوقوا دراجه ناريه لازم يكونوا حاطين خوذه على راسهم نعم. فكل هالامور نحن بنكون عم نلفت النظر لها شعار الحمله سهره بتخلص نعم. بس حياتك لازم تكفي برافو شو حلو هالسلوغان يعني كثير حبيته الشعار نعم. نعم هو رح يصير النشاط ب 31/12/2018 نعم. يعني آخر نهار من السنة من الساعة 12 الظهر للأربعة بعد الظهر رح نكون منتشرين مثل ما قلنا ب 74 حاجز نعم. ب 27 منطقة على كامل الأراضي اللبنانية نعم. إذا بتلاحظ بالشق الثاني من المحضر كمان عم نلفت النظر للأشخاص اللي عم بيكونوا شايفين حادث وهن أول الواصلين نعم. شو الأمور اللي لازم يكونوا عم ينتبهوا لها ليكونوا عم بيتصرفوا بطريقة يعني مزبوطة أنتوا كاتبينها كمان على الضبط هون صحيح. كمان هيدي نوع من التوعيات توقف جانبا اذا كان وضع الطريق يسمح لك نعم. لانه اوقات بيصير حادث بجر حادث ثاني بيكونوا مسرعين فجاه بيطلع الحادث قدامهم تفضلي استعمال علامات تحذيريه المناسبه اللي هن هو المثلث المثلث بده نعم. ينحط على بعد 150 متر من نعم. الحادث نعم. اهم شغله ما يحركوا المريض ما بيكونوا عم بيفيدوه بيكونوا عم بيأذوا زياده ويتاكدوا انه الاشخاص اللي حواليهم كمان ما عم بيحركوه فقط بحق لهم اذا اخذين الدورات اللازمه اللي بتسمح لهم التدخل يجب الاتصال مباشره بالصليب الاحمر 100% وهن نعم. بيعطون الارشادات اللازمه نعم اصلا بس يوصلوا هن بيعرفوا كيف يحركوا المريض باي طريقه يمسكوه باي طريقه يسعفوه يعني وبتحاول قد ما فيكم كاتبين حمايه المصاب من تدخل اشخاص غير المدربين لكي لا يسببوا له الاذى بانتظار ارشادات الصليب الاحمر اللبناني اللي هي بيطلبوها واضحه وصارت محفوظه على 140 يعني خلوه جاهز النمبر هذا الله لا يعوزكم يعني للاتصال ولكن واحد ما بيستغني يعني عندك فكره انه هاي الليله قديش بصير في حوادث يعني هل بتكثر هالليله الحوادث عن بقيه ايام السنه؟ بحسب احصاءات قطاع الاسعاف والطوارئ آخر سنة بال 2017 كان في عنا 35 حالة بليلة رأس السنة عم نحكي من 6 بالليل ل 6 الصبح أوش. يعني رقم كتير كبير بوقت كتير قصير نسبة لمساحة لبنان وعدد شعب لبنان يعني وعنا عجقة بلبنان يعني لازم الواحد ما يصير في حوادث يعني هيدي من إيجابيات العجقة والترافيك للأسف هالقد 35 بهيدي الليلة بالتحديد 35 حالة هيدي بس بسبب الإهمال والسرعة نعم. في عنا كمان بسبب الكحول في عنا كتير حالات عم بتصير إذا بتشوف الحوادث على مدار السنة نعم. عم نحكي بحوالي 14,000 نعم. حادث عم بيكون يعني منا هينة الموضوع عم نحكي بفترة كتير صغيرة بفترة راس السنة أو الميلاد عم بيزيدوا كتير يعني في عنا 7% زيادة من 2016 ل 2017 هيدي الحوادث عم بتزيد وعطول عم تتكاتر نحن لو ما عم نشوف في حاجة كتير كبيرة وخاصة بليلة راس السنة عم بتزيد هالحوادث نعم. ما كنا عم نعمل هالتدخل عم نجرب نقول للعالم ينتبهوا على حالهم وما بيكفي انه يكونوا بس عم بيسمعونا هي قرار ذاتي هن مسؤولين كل المشاهدين هلأ أنه ياخدوا قرار بينهم وبين حالهم نعم. ويوجهوا هيدا الشيء لكل الأشخاص اللي بحبون من أبسط الأمور يعني يبلشوا بالأمور اليومية أول شغل لازم يعملوها مجرد ما يطلعوا قلب السيارة مش بس ليلة رأس السنة كل يوم
اول شيء لازم يعملوا يحطوا السيت بيلت حتى ما يقبلوا يسوقوا اذا كانوا لحده مش حاطط السيت بيلت تبعه. أكيد. غير هيك اذا شي نهار حدا دق لهم هن وعم يسوقوا السياره جربوا ما يردوا على التليفون، واذا لقوه كثير ارجان يصفوا على جنب ويردوا، واذا هن دقوا لحدا وكان هو عم بسوق السياره كمان ما يعني قال له برجع بحكيك بعدين، يكون عم بيساعد بكل نهار كل يوم قادر يساعد في غيره ليخفف من مخاطر انه يعملوا حادث. هذا الشيء كثير اساسي. يعني اهم شيء التوعيه لتهور الشباب، يعني هيدي هالليله وكل ليله ما بعرف ليه عم بزيد مع انه التوعيه بوسائل الاعلام المرئيه المكتوبه والمسموعه عم بتزيد اكثر واكثر عن حوادث سير الجمعيات كثرت اكثر واكثر. بتمنى انه توصل يعني الرساله مثل ما لازم من الاهل للشبيبه، يعني يقدروا يهدوا اولادهم، الله يبعد الشر ويبعد الحوادث عن جميع شبابنا طبعا بلبنان. باي طريقه بتلاقوا الموضوع اللي بدكم تحكوا فيه او الحمله اللي بدكم تقوموا فيها بالنسبه لنشاطات هالقطاع، قطاع الناشئين والشباب؟ كيف بتلاقوا مثلا موضوعكم مثل هالموضوع اللي لقيتوه هلا ليله راس السنه، لقيتوا فيه زياده بحوادث السير ليله راس السنه، عملتوا هالمبادره هيدي؟ عاده بتفتشوا على شو لتقوموا بمبادرتكم؟ عادة قطاع إدارة الكوارث بيساعدنا بهذا الموضوع. نعم. لأنه مدرب ليعمل دراسة احتياجات بكل منطقة، بينعمل بيطلع الامور والحاجات من العالم، يعني تبقى هي عم بتقلك ان انا عندي حاجه، عندي كثير ادمان بالمنطقه، انا عندي كثير عنف بالمنطقه، بكل منطقه بتختلف عن غيرها. ولما تطلع دراسة الاحتياجات تتحول كل حاجة على القطاع المختص، يعني إذا كانوا بحاجة مثلا الأساتذة يتعلموا إسعافات أولية بتحول لقطاع الإسعاف والطوارئ، إذا بحاجة لقوا في كتير عنف بتحول لقطاع الناشئين والشباب، إذا يمكن بحاجة لأدوية أو لأشياء معينة بتتحول لقطاع الخدمات الطبية الاجتماعية. سايب الأحمر ككل بشوف الحاجات على الأرض وبناء عليها بيعملوا نشاطاته. كرمال هيك نحن كل الشغل عم نعمله عم نعمل فرق كتير كبير بالمجتمع. نعم. وخاصة انه كل شغلنا بناء على المتطوعين، وشيء اللي بيميزه كمان وخاصة قطاع الناشئين والشباب انه الافكار بتطلع من الشباب. نعم. ما بتكون قصص مفروضة من الادارة وهن بس بدهم ينفذوا، بالعكس. نعم. عندهم المساحة الكاملة ليفكروا ليطلعوا. نعم. افكارهم نحن كادارة بنكون عم نوفق لهم اياها، نتأكد انه المضمون تبعها على كواليتي اللازمة لما نكون. نعم. عم نوصل مساجات غلط، بس بمحل ما عندهم كتير الوقت الكافي ليحضروا ويطلعوا بافكارهم المبتكرة ويكونوا عم يشاركون. نعم. مع غيرهم. الله يخليكم بهالهمة مريانا، ثانك يو جود لك السنة. الله يحميكم ويحمي كل شباب لبنان، منقلكم انه لكم كل الاحترام والتقدير لكل عنصر من عناصر مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني، ومنشوف كل شيء جديد عندكم نحن جاهزين طبعا لنقدمه. شكرا لكم. نحن وياكم رح نروح لعند الشيف نشوف كيف مكفى وصفاته، وبعدها بعود انا وياكم للمتابعة، خليكم معنا. مشاهدينا بلشنا ننهي طبق الحلو، صار بهالشكل، حطينا شوكولا بعد ما طلع من الفرن، رح حط الجبنه المرهميه عم بعملها بشكل بولات صغيره، بعملها بهالشكل على وجهه، حنرجع نضيف المربى. يكون اي صنف مربى، مشمش، فريز، اللي بتفضلوه بيمشي الحال. الموجود عندنا وبنعمل الاشكال اللي انتو بتحبوها. رح نضيف عليه كمان صوص شوكولا، هيدا المربى، حط شي بسيط بهالشكل. عندي شوكولا الحبوب، هيدا صوص شوكولا، هيدا طبق الحلو صار جاهز بهالشكل، وعملنا منه شكل تاني كمان. بكرة مناسبة أعياد فينا نخترع اللي بدنا إياه بالحلو. رح نبلش نحضر بعد ما خلصنا وصفة الحلو، رح نبلش نحضر وصفة الدجاج
اللي هي بدنا صدوره. اهم شيء نجيب صدر ويكون حجمه صغير شوي، كل ما كان حجمه صغير كل ما بيكون اطرى. احنا عم نشتغل فيه، وحطيت الكستنة بالفرن، رح اشوف كيف صارت. هيدي الكستنة، اهم شيء الكستنة بنعملها بالسكين من فوق بس شوي نقطعها، وبنرجع بعد ما تصير بهالشكل بنرجع بنقشرها، بتتقشر بسهولة معنا، بتصير بهالشكل. إذا عم نعملها مثل على طبق اليوم ما بدها سلق، إذا عم نعملها مع الحبش، هلا موسم حبش وأعياد، لازم تنحط بمي مغلية بعد ما نقشرها، ونرجع نسلقها لمدة 10 دقائق وناخذ الكستنة ونستخدمها مع الأرز. هيدي الكستنة جاهزة، لازم نعمل الدجاج، نحضر كل شيء تحضيرات أولية. بلش تحضرها، بتاكل معنا وقت. رح اشرح الصدر بهالشكل، بعمله اثنين، وبرجع بقطعه شرائح هذا الحجم، وبعد ما اقطعه رح احط له ملح، بهار ابيض وبهار دجاج، بيعطي نكهه كثير طيبه. فينا نحط معه شيء بسيط من الزيت، ننقعه قبل بوقت لناخذ نكهه طيبه. رح احط الدجاج مع البهارات مع رشه زيت صغيره، واتركهم حوالي نص ساعه. بنرجع بعد ما نرجع خلال الحلقة رح نكفي تحضير الدجاج مع السلطة والدوق جوزيف. تكيو لك يا شيف، نرجع لك إذن بعد شوي. نحن وياكم مكملين عالم صباح بعد البريك، خليكم معنا ما تروح لمطرح.